اب میں دعوت دیتا ہوں استاد الحفاظ والقراء فخر القراء عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن جناب قاری محمد عارف سلطانی صاحب تشریف لاتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ادری، نعرہ تحقیق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا لا تبديل لكلمات الله، لهم البشرى في لا تبديل لكلمات الله، لا
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين فخر القراء جناب قاری محمد عارف سلطانی صاحب اپنے مخصوص انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے۔